مرحباً يا أصدقاء، هذا ديدي وأنا نور الحكيم. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعاً مع نور. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك الطاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة. أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. طاقة نور القصوى. الطاقة. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا. لقد شغل أحد ما المذياع. هل أنت يا ديدي؟ لا، لقد شغل أحدهم سيارتي التي تتحرك عن بعد. انظروا إلى هذا، ترك المصباح مضاء. هذا تبذير للطاقة. أها. مذياع، سيارة تتحرك عن بعد، مصباح. لقد شغل أحد ما كل الأشياء التي تعمل بالطاقة. من فعل هذا؟ شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم، ساعدوني في العثور عليه. هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعبة من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا؟ نعم، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بإصبعكم في الهواء هكذا. حركوه على شكل دائرة. واصلوا اللف. نعم، لف لف لف. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. ويشاع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. هيا يا رفاق، ستنجحون. أشعر بطاقتكم. والآن الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور، ماذا يجري هنا؟ حسنا أيها الحكيم، كنا نأمل أن تخبرنا من الذي. لا تخبروني، لا تخبروني. هناك من يشغل كل الأشياء. كيف؟ كيف عرف هذا؟ بالحكمة طبعاً. أتعرف من الذي شغل كل هذا؟ ترى من هو؟ فلنرى. أها، كما توقعت، إنها ساحرة الطاقة. ساحرة الطاقة؟ من هي؟ تشغل ساحرة الطاقة أي شيء يعمل بالطاقة. تشغل المراوح والمصابيح وأجهزة التلفاز والمذياع المزعج. تهدر الطاقة، هذا صحيح، لأنها تنسى أن تطفئ كل ما تشغله بعد أن تفرغ منه. هل تعني أن ساحرة الطاقة ستشغل كل شيء يعمل بالطاقة في العالم؟ أخشى هذا يا نور. ولن تتذكر أن تطفئ أي شيء؟ يا خبر، هذا يعني أن العالم لن يحصل على طاقة. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن ساحرة الطاقة ونمنعها من تشغيل كل الأشياء التي تعمل بالطاقة في العالم. للعثور على ساحرة الطاقة عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب.
إلى غرفة الأبواب؟ هناك ثلاثة أبواب لا أكثر، ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. ساحرة الطاقة، ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على ساحرة الطاقة. أشكرك يا حكيم. لا شكر على واجب، والآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك. سنبحث عن ثلاثة أبواب، علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد حتى ثلاثة اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب. هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الأول. طاقة نور القصوى. اجروا يا أصدقاء. الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، ما هذا؟ نوع من القردة اسمه الليمور، يرتدي زي راعي البقر. أريد أن أرى هذا. موصد. نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر؟ هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. هيا قفوا مستقيمين كأنكم بطول الزرافة على أطراف الأصابع. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عليا، مدوا أيديكم، اقفزوا. أمسكنا بالمفتاح. أحسنتم يا أصدقائي. لندخل من باب الليمور. هيا بنا. انظري إلى كل هذه القرود. في زي رعاة البقر. لا وقت لإلقاء التحية الآن يا ديدي، يجب أن نواصل الطريق. هيا، هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر. هذا الأمر سهل جدا. واو. هل أفسحتم لنا الطريق؟ لماذا لا تسمح لنا القرود بالمرور؟ هذا حفل القرود الراقص في الحظيرة. تستعد القرود لحفلها الراقص اليوم، لكن ساحرة الطاقة شغلت جهاز الموسيقى ولم تطفئه. لقد فرغت البطاريات ولم تسمع القرود الألحان. عليكم أن تضبطوا الإيقاع إلى أن تفرغ القرود من رقصتها. كيف نضبط الإيقاع كي تواصل القرود رقصتها؟ لضبط الإيقاع من أجل القرود الراقصة، اختاروا حركة من الحركات. الحركات. أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نضبط الإيقاع إلى أن تفرغ القرود من رقصتها؟ أجل البحر المصفق، الصرصور الزاحف، السمكة العائمة. أجل البحر المصفق، أحسنتم.
نصفق مع الإيقاع. هيا يا أصدقائي، لكي نضبط إيقاع رقصة القرود علينا أن نصفق 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 كعجل البحر. انظروا إلي أصفق. يصفق ديدي مثل عجل البحر. لنصفق مثل عجل البحر. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة صفقوا معي. واحد اثنان ثلاثة تصفيق. صفقوا مثل عجل البحر كي نضبط إيقاع رقصة القرود. ارقصوا وأنتم تصفقون يا أصدقائي. واصلوا التصفيق إلى أن تنتهي الرقصة. واو! أحسنت التصفيق يا ديدي. هيا صفقوا معي. صفقوا يا أصدقاء. صفقوا جميعا مثل عجل البحر. واصلوا التصفيق. أحتاج إلى الطاقة. صفقوا معي يا أصدقاء. إنكم تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشاع صور الطاقة أيضا عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر الآن بطاقتكم. نعم، طاقة نور القصوى. صفقوا إلى الأعلى وإلى الأسفل. صفقوا مع الإيقاع إلى أن تنتهي الرقصة. نعم، نجحنا يا أصدقاء. ساعدنا القرود على الرقص حتى نهاية الرقصة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. واصلوا الرقص. هذا رقص رائع يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، أرنب. هذا أرنب بري ويحمل في يده كوب عصير. لندخل إلى الغرفة. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع جدا. هيا قفوا مستقيمين كأنكم شجرة على أطراف الأصابع. تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا ومدوا أيديكم. اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب الأرنب البري. من هنا. هاي، أرانب برية صغيرة في متجر عصير. أعتقد أنني أعرف نوع هذا العصير. عصير الجزر. نعم يا ديدي. هل ترون الباب الثالث؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر من متجر العصير. هيا يا أصدقاء، يبدو هذا الأمر سهلا. واو، هل أفسحت لنا الطريق يا أرنب؟ هذا أمر عجيب. لماذا لا يسمح لنا بالمرور؟ هذا متجر الأرنب البري للعصير. لقد تركت ساحرة الطاقة باب الثلاجة مفتوحاً في هذا الطقس الحار. لقد فسدت ثمار الجزر ولن يتمكن الأرنب من صنع العصير. يجب أن تحصل الأرانب على العصير فوراً. عليكم أن تجمعوا ثمار الجزر التي تنمو تحت الأرض في الحقل اليوم. علينا أن نجمع الجزر الذي ينمو تحت الأرض في حقل الأرانب. كيف نفعل هذا؟ لجمع الجزر الذي ينمو تحت الأرض، اختاروا حركة من الحركات. الحركات. أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نجمع الجزر الذي ينمو تحت الأرض في الحقل؟
البطريق المتهادي، القارد الحفار، القرد المتسلل. القارد الحفار، أحسنتم. هيا يا أصدقاء، لكي نجمع الجزر الذي ينمو تحت الأرض في الحقل، علينا أن نحفر 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 مثل القارد. راقبوني. يحفر ديدي بسرعة لنحفر مثل القارد. أنتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة احفروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. حفر. هيا يا أصدقاء، اثنوا ركبكم لتحفروا بسرعة لنجمع الجزر من تحت الأرض. استخدموا أيديكم مثل الجرافة. هيا نجمع ثمار الجزر. واصلوا الحفر. أو أحتاج إلى الطاقة. احفروا معي أصدقائي، إنكم تمنحونني الطاقة حين تتحركون، ويشاع صور الطاقة عندما تتحركون. واصلوا الحفر يا أصدقاء. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. واصلوا الحفر مثل القارد يا أصدقاء. عندما يخرج الأرنب من صنع العصير سنصل إلى الباب. نعم، نجحنا يا أصدقاء. جمعنا ثمار الجزر من أجل متجر الأرنب للعصير. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. هذا وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي، ارقصوا معي. رقص رائع يا أصدقاء. حسناً، هل نظرتم إلى هذا؟ هذا الأرنب الصغير يطفئ الأنوار وآلة العصير كذلك. إنه الأرنب الموفر للطاقة. يطفئ الأرنب الصغير كل جهاز يستخدم الطاقة بعد أن يفرغ أحد من استخدامه. مدهش. أعتقد أنه يحبك يا ديدي. احتفظ به يا ديدي، من يدري قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. انظري، ساحرة الطاقة. مصاداً. هيا يا أصدقاء، لنمنع ساحرة الطاقة من إهدار طاقة الأجهزة التي في العالم. هيا. واو، انظروا إلى كل هذه الأجهزة. هل تعرفون من يعيش هنا يا أصدقاء؟ ساحرة الطاقة. إنها تحب أن تشغل الأجهزة، لكن المشكلة هي أنها تنسى أن تطفئها بعد ذلك. تحتاج إلى من يمشي وراءها ويطفئ الأجهزة التي تشغلها، لكن من سيفعل هذا؟ هذا انتظر يا ديدي، لا يمكنني اللعب مع الأرنب الذي يطفئ الأجهزة الآن. أحاول أن أفكر في شيء يمكننا. انتظروا، الأرنب الذي يطفئ الأجهزة. يحب هذا الأرنب أن يطفئ الأجهزة بعد أن يفرغ الآخرون من استخدامها. أيها التنين، أنت عبقري. جرب. انظروا يا أصدقائي. يا ساحرة الطاقة، انظري ماذا عندي. انظروا، تشغل ساحرة الطاقة الأجهزة ويطفئ الأرنب الذي يوفر طاقة الأجهزة بعد ذلك. لقد أصبح صديقين. وعاشت ساحرة الطاقة تشغل الأجهزة في سعادة، وعاش الأرنب الموفر للطاقة يطفئ الأجهزة. أغنية جميلة.
لحسن الحظ أنني تذكرت أن أطفئ المذياع كي أوفر الطاقة. باب الثلاجة مفتوح، يبدو أن هناك ساحر طاقة آخر في المنطقة. إنه ديدي يجلب بعض العصير. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء، منعنا ساحرة الطاقة من إهدار طاقة جميع الأجهزة التي في العالم. أشكركم جداً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة. أفضل رقصة من الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم أنتم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي، تذكروا تحركوا ولا تتوقفوا أبداً.